أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الذي يعاون النصارى على فتح الكنائس في بلاد المسلمين وكذا فتح مدارسهم التي يبث فيها التنصير؟ هذا لا يجوز، لا يجوز للمسلمين أن يمكنوا النصارى من إحداث كنائس ولا من تعميرها إذا خربت. أما لو استولى المسلمون على بلاد فيها كنائس فإنهم يبقونها إلى أن تسقط ثم تنتهي ولا تعاد مرة ثانية، ولا يسمحون للكفار أن يبنوا كنائس جديدة في بلاد الإسلام خصوصا في جزيرة العرب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبقى في جزيرة العرب دينان. لا يجوز يبنى كنائس بجوار المساجد في جزيرة العرب اللي هي مصدر الرسالة وفيها الحرم، فيها الكعبة المشرفة وقبلة المسلمين ومنبت الدعوة، لا يجوز يبقى فيها دينان أبدا. وليس معنى هذا أنه ما يدخل الكافر للعمل ويرجع أو يدخل للتجارة ويرجع، إنما الممنوع استقراره تملكه في بلاد في الجزيرة. أما أنه يدخل الجزيرة لمهمة ورسالة أو بيع وشراء ويرجع أو عمل استقدم من أجله، فلا مانع من هذا. نعم.